بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة علشان إحنا هنا اجتماع خدمة وخدام، فكرت إن أنا أتكلم معاكم عن شخصية خادم يعتبر مدرسة متكاملة في الخدمة. اتقال عنه كلام كتير قوي. احد الكلمات اللي اتقالت عنه واحب ابتدي بيها لقائنا ان اتقال عنه كده زي ما اريوس وقف قدامه اثناسيوس واثناسيوس انقذ المسيحية طبعا بعمل الله، يعني في مجمع نيقيا هذا الانسان نجح بعمل الله انه ينهض بالكنيسة القبطية اللي في وقت من الاوقات كان حالها الحقيقة مش هنكابر كان حالها ما يصرش. في مرة من المرات اتكلم عنه قداسة البابا شنودة، ولما البابا شنودة اتكلم عنه استهل كلمته بجملة قال فيها او ارى ايات من سفر التكوين الاصحاح الاولاني العدد الاولاني وقال فيها: وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور. ويكمل قداسة البابا يقول: وكان هذا النور في عصرنا الحديث هو حبيب جرجس. الحقيقة حبيب جرجس قديس علماني، انا بعتقد انه ما خدش حقه قوي، لكن احنا هنتكلم عنه شوية النهاردة ونشوف الراجل ده اللي تقريبا عاش 25 سنة في القرن ال19 و50 سنة في القرن ال20 عمل ايه. عادة المنهج الكنسي لما نيجي نتكلم على احد الاباء القديسين او احد الاباء اللي ليهم عمل في الخدمة زي القديس حبيب جرجس، اول حاجة نتكلم فيها عمل الله في حياة الانسان، لان احنا لا نفصل أبدا القديسين عن الله ولا الله عن قديسيه. لو اتكلمنا عن القديسين ده منهج لينا نتعلمه، واحنا بنقول حتى دروس عن ماري جرجس وعن الأنبا ابرقام وعن الأنبا سربامون أبو طرحة، ما تفصلوش القديس عن الله، لأن إحنا ما بنحكيش عن أبطال، إحنا بنحكي عن أيقونات الإنسان لو تأملها يرى صورة المسيح من خلالها. يعني القديس هو قيمته إيه؟ ما هو إنسان وله خطايا، بس احلى حاجة في القديس انك لما تبص في صورته تشوف المسيح. فاول حاجة عاوز ابتدي بيها لما نيجي نتكلم على حبيب جرجس هنتكلم على عمل الله مع هذا الشاب وهذا الرجل اللي اسمه حبيب جرجس. حبيب جرجس اتولد سنة 1876، وسنة 1882 ابوه مات. ابوه مات في اوائل الاربعينات، وساب الطفل اللي اسمه حبيب جرجس من غير معاش وطفل عنده 6 سنين. الحقيقة البداية مش بداية لطيفة. يعني حبيب جرجس ما كانش كاهن أبوه يعني أو جده فورث الكهنوت، ولا أيامه كان في خدام علموه مدارس الأحد وسلموه الخدمة بتاعت مدارس الأحد، ولا حد علمه حاجة خالص. مجرد أن ربنا أعد أم تقية في قلبها مخافة الله، حتى ما كانتش عارفة تعلم غير الأساسيات، يعني أبانا الذي وكم حاجة صغيرة. لكن شوفوا بقى ربنا عاوز يقول إيه في الدرس الأول: مش مهم إنك تكون كاهن عشان تقدر تغير، مش مهم إنك تكون أسقف أو راهب عشان تقدر تعمل عمل في الكنيسة، أنا أقدر أشتغل بأصغر حاجة وأقل حاجة، المهم أنت قلبك معايا ولا قلبك مش معايا. زي ما ربنا كده اختار أرمية ودعاه من هو في بطن امه للخدمه. أرمية ده نفسيه حساسه ورقيقه قوي. صوروا ربنا يشوفوا عمل الله يستخدم أرمية ان يقول كلام شديد للملوك ويتنبأ عن سبي ويتنبأ عن بهدله داخل عليها الشعب، لان ربنا هو اللي استخدمه. ربنا عمل كده مع جدعون، البلد كلها متحصره والمديانيين محاصرينها ومش لاقيين ياكلوا، لدرجه ان جدعون بيطحن الشعير ويهربه وينزل له ملاك يقول له ايه: قربوا معك يا جبار البأس. ربنا عاوز يقول انا ما ببصش لشاول اللي طوله قد ايه وعرضه قد ايه، انا لما اخترت داود اللي كان عيل صغير وبيرعى غنم. معنى كده ان الخدمة بتاعتنا، وده الدرس الاول لو سمحتوا، احنا ما بنعملش فيها اي حاجة، والخادم الحقيقي
حتى لو كان ربنا اداله مواهبه، بيحط مواهبه دي في ايد ربنا عشان ربنا يتاجر بيها ويشغله بيها. فدي نقطة. مين يتخيل ان طفل يتيم عنده 6 سنين يكون ابو الاصلاح الجديد، طبعا بعد البابا كيرلس الرابع، عشان ابو الاصلاح ده لقب كنسي قاصر على البابا كيرلس الرابع. بس احنا بنتكلم ان فعلا بقى الحقيقة الحقيقة، يعني اللي يقرأ التاريخ صح يلاقي ان اللي عمله حبيب جرجس يمكن اكتر من اللي عمله البابا كيرلس ابو الاصحاح. ده من باب التاريخ والاعمال. فاول نقطة، عمل ربنا مش مهم ظروف الانسان ايه. طب هنروح بعيد ليه؟ ما قداسة البابا شنودة لو تفتكروا، والدته توفت وهو لسه طفل رضيع، وزي ما كان بيقول اتربيت على ايد امهات القرية اللي كانوا زي مرضعات في ذلك الزمان، يعني حاجة عجيبة قوي، وربنا بيشتغل. فاللي انا عايز اقوله مش الظروف اللي بتخليني انا ابقى ايه، عمل ربنا في حياتي واستجابتي لنعمته هو اللي بيخليني اقدر اعمل عمل ربنا. فنمرة واحد، محدش فينا في قدرة ذاتية لعمل اي شيء، احنا كلنا ربنا اللي بيشتغل بينا. فما تخافش وما تقلقش وما تقول انا ما اعرفش او انا صغير او ما تعلمتش. على الاقل ابونا بيعمل لكم مش اعداد خدمة مرات 4 الصبح ومرات 2 بالليل وحاجات زي كده، مرة واثنين وثلاثة. طب حبيب جرجس ده مين اداله اعداد خدمة؟ ولا حاجة. انسان كان بيحب مين؟ ربنا وبس. نقطة تانية نتكلم فيها بقى، يعني بعد ما اتكلمنا على عمل ربنا هنخش دلوقتي في شخصية حبيب جرجس. حبيب جرجس شخصيته او الميزة اللي هنتكلم عنها التانية فيه بعد عمل الله في حياته هي غيرته. كان عنده غيرة عالكنيسة القبطية ما تتوصفش، ما تتوصفش. هو كان ربنا مديله استنارة، شايف نقاط الضعف اللي في الكنيسة. وأيامه الحقيقة حصلت مشكلة خطيرة قوي، كان الأجانب دخلوا مع الاحتلال الإنجليزي، وابتدى البروتستانت تحت إشراف الاحتلال الإنجليزي يشتغلوا كويس قوي في مصر، وأشهرهم كان واحد اسمه مستر هوج، واحد تاني اسمه مستر واتسون. دول دخلوا من بحري لغاية المنيا وابتدوا يكرزوا كرازات كبيرة قوي، وهم نشيطين جدا، اتعلموا العربي باللهجة المصرية، ودخلوا على بعض الكهنة الطيبين في القداسات قالوا له يا ابونا احنا عاوزينك تصلي قداسك وتناول شعبك، بس بعد ما الانجيل يتقري عاوزين ايه، نقول وعظة لمدة 10 دقايق بس. وبيني وبينكم ساعتها ما كانش في وعظ في الكنيسة خالص خالص، يعني اللي احنا فيه ده نعمة، ساعتها ما كانش في وعظ. ويمكن الكاهن لو حب يعني في نهضة او يوعز يجيب مايمر يقراه او يجيب عظة للقديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين بلغة عربية محدش فاهمها، ناس كلها تعبانة وفلاحين، يعني المجتمع المصري كان ايه من 150 سنة. المهم يعني هو كان غيور جدا جدا جدا، فابتدى لقى ان الحقيقة ال 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 الطوائف ابتدت تنتشر سواء من باب الكاثوليك او من باب البروتستانت. هنا بقى الحقيقة هو مسكتش، نبتدي نشوف بقى يعمل ايه. اول حاجة هو ربنا كان اداله موهبة وعظ، فابتدى يجول القطر المصري كله يوعظ. البابا كيرلس الخامس عمل كده ولف على قرى كتيرة بالركوبة بتاعته، الركوبة بتاعته عن الحمار. بس كان البابا كيرلس كان ضعيف قوي في الوعظ وما كانش عنده الموهبة دي، فكان البابا كيرلس كان يدخل كده الكنيسة في وقت القداس، وطبعا البابا جه فالناس كلها ملمومة، يقول لكم سبوكم من ابو برنيطة خليكم ابو عمة، يعني دي الكلمة اللي كان بيقولها البابا كيرلس الخامس. يعني ايه ابو برنيطة؟ اللي هو واتسون وهوج والاجانب اللي جايين، وخليك ابو عمة يعني ايه؟ اللي انت تعرفه ابونا بتاع الكنيسة. بس الحقيقة الكلام ده مع الوقت ما كانش مقنع. ليه ما كانش مقنع؟ انا في الاخر خالص ليا اللي بيفسر لي الكتاب المقدس، انا في الاخر خالص ليا اللي بيتكلم لغة مفهومة ويعرفها. فالاسس اللقباط لما غاروا من البروستانت ما حاولوش يطوروا نفسهم، لان الصراحة كانت الامكانيات ضعيفة وهم كانوا ضعفة كمان روحيا قوي، فهاجموا البروستانت، فدخل الايه اللقباط البسطة يتعاطفوا مع مين؟ مع البروستانت ويروحوا له. هنا بقى الحقيقة تعالوا نشوفوا غيرته دي اتحولت لإيه. أول حاجة حس إن إصلاح الكنيسة لابد أن يكون هناك نشء متعلم في يوم من الأيام يمسك الخدمة الكنسية، يعني لازم نعمل إكليريكية. وأقنع البابا كيرلس الخامس بكده، ولف مصر بحالها علشان يقدر يشتري 5000 متر في مهمشة اللي هي اتعملت فيها الإكليريكية القديمة،
ومش كده وبس بقى، قال ايه اللي بيعجب ولادنا ويخليهم يروحوا الكنائس التانية؟ لا، عندنا معظم التماجيد بالقبطي، ومعظم التسبيحة بالقبطي، والشعب العارف عربي والعارف قبطي، ولقى ان في ترانيم جديدة بكلام جديد الناس تفهمه، فابتدى يألف 4 كتب في المدايح والترانيم، اشهرهم ترنيمة كنيسة القبطية كنيسة الإله. يعني ابتدى الراجل يعمل عمل إيجابي. على فكرة احنا عندنا مشكلة ان اوقات كتيرة قوي ان لما نبص نلاقي في وضع مش عاجبنا بنهاجمه. انا هوريكم بس بعد ما اخلص نقطة غيرته اكلمكم على حكمته ونشوف الراجل ده عمل ايه بالظبط. فهو ابتدى يعمل عمل ايجابي، وبعدين لقى الناس ابتدت البروسانت اول ما جم ما اتكلموش في العقائد على فكرة، اتكلموا في ايه؟ تعالوا بس عندنا واسمعوا ترنيمة وخدوا حتة بانتسبانيا، لان ما كانت بانتسبانيا ودي ما كانش الكيكة يعني، هم كانوا يسموها في الفلاحين بانتسبانيا كده. فابتدوا يعملوا في الاجتماعات بتاعتهم كيك واكل، واحنا كان اخرنا في مصر الشريك يعني ما نعرفش غيره، ده اقصى حاجة في مصر الشريك. فهو ابتدى يكتشف ان ابتدوا يستقطبوهم ويشككوهم في اسرار الكنيسة. يعني ما فيش حاجة اسمها تناول، ما فيش حاجة اسمها اعتراف، ما فيش حاجة اسمها والمعمودية دي معمودية الإيمان. فيبتدي يكتب كتب في العقائد المسيحية، أشهر كتابين أسرار الكنيسة 7، وكتاب تاني كان اسمه الصخرة الأرثوذكسية. دي كانت عبارة عن مجموعة عظات وعظها في أرض مصر بحالها، فجمعها كل اللي كتبه وعمله في كتاب سماه الصخرة الأرثوذكسية. عمل إكليريكي، عمل مدرسة للوعاظ. كان في واحد بس ابونا اسمه ابونا فلساوس قبليه هو اللي كان بيعرف يوعظ، فهو راح قال لا احنا هنفضل مستنيين. عمل مدرسه لتعليم فن الوعظ، واعتبر ان الوعظ ده فن، وبقى يديهم مرتبات شهريه، وكل وعظ ياخد 4 كنايس في المنطقه اللي هو ساكن فيها، يعني الحد الاولاني في الكنيسه دي الحد الثاني. شوفوا الراجل دوت قد ايه كان مهتم وكان غيران على الكنيسه. عايز اقف هنا، ناس كتيرة قوي مننا بتسمع بعض الأخبار اللي مش لطيفة، مشكلة حصلت في خدمة، إنسان محتاج، ممكن ناس تتأثر عاطفية وما تعملش حاجة، وناس من الأول ما تعملش حاجة، بس في ناس قلبهم زي قلب حبيب جرجس أو زي قلب نحمية. يعني نحمية سأل زي غيره من اليهود اللي كانوا في السبي أخبار أورشليم إيه، عرف إن الأسوار متهدمة وبقت أوكار للتعالب. كل الناس عارفة المعلومة دي، بس في واحد بكى، في واحد حزن، في واحد اتحرك، وهو ده اسمه القلب الغيور. القلب الغيور مش القلب اللي ينقض الأوضاع، ولا القلب اللي يهاجم السلبيات، هو القلب اللي يعمل عمل إيجابي ولو حتة صغيرة، وبنعمة ربنا العمل ده مع الوقت يكبر ويكبر 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 ويكبر. يبقى أول حاجة هي فكرة إن الخادم عنده غيرة. في واحد كده تكلمه على حاله في الخدمه يقول لك يعني نعمل ايه، يعني اقول لك صلي له، وهو بيقول لك صلي له تحس ان الله حتى الصلاه مش هيصليها، مش هيصليها صدقوني. وفي واحد تاني يقول لك انت من ساعه ما قلت لي على الحاله دي انا ما نمتش طول الليل، وهنجمع ليها فلوس وهنعمل كذا وهنسوي كذا، ونكلم اب كاهن يروح يفتقدهم في البيت. في واحد عنده النفس غاليه قوي وغيرته على النفس دي تخليه ما ينامش. وفي واحد بيبقى آسف الخدمة تتحول في حياته لروتين، وياريت بقى بيخدم بروتينه بس، ده يرجع كل مرة يشتكي من الناس اللي بيخدمهم، كأن احنا بعتينه مش عشان يخدم، عشان يدين ويتعب الناس ويبقى هو تعبان منهم. فحتة القلب الغيور دي حتة حلوة قوي قوي، وخاصة ان هو حول كل الطاقة اللي جواه لعمل. ما كانش بيتكلم كتير لكن كان بيشتغل كتير. احنا عندنا عكس شوية، نتكلم عن الخدمة كتير وعملنا عن الخدمة او عملنا جوه الخدمة قليل قوي. يبقى نمرة 1 ايه؟ عمل الله في حياته. 2 كان قلبه قلب غيور، وربنا يديني ويديكو، وما يجيش علينا وقت نتثقل ونتعب من الخدمة او نفقد حماسة الخدمة او محبة الخدمة الاولى. حاجة تانية كانت في شخصيته حكمته. يعني ايه حكمته؟ حكى احد الاباء اللي بعد كده بقوا من الاباء الرهبان، بس كان من تلامذته، انه هم صغيرين في اول سنه في دراستهم الجامعيه كانوا ثائرين جدا على الكهنه اللي في الكنيسه. احكي لكم حكايه، عارفين يافطة الانبا بخوميوس مطران البحيره حكى لنا حكايه ان هو كان بيدي مدارس الاحد بتاعته، او كان بياخد فصل مدارس الاحد بتاعه على باب كنيسه، سلم كنيسه في الزقازيق، وكان مدرس مدارس الاحد
ربنا يديله الصحه، ابونا يوحنا اسكندر اللي في كنيسه ماري جرجس اللي جنبنا، يعني الاستاذ ابونا يوحنا والتلميذ الانبا بخوميوس، فكان يعني في الفصل بتاعه. فمره واحده جه الكاهن قال لهم انت منك ايه منك له، قالوا له احنا بتوع مدارس الاحد. ابونا جاب خرطوم وابتدى يضرب في العيال يقومهم. يعني عايز اقول لكم وجهه النظر كانت مختلفه خالص تمام، لان اعتقدوا ان دي بدعه اجنبيه على الكنيسه القبطيه هتضيع الكنيسه القبطيه. ففي ناس من الخدام بقى اللي بقوا في اولى جامعه وفي توجيهيه، ده سن اللي كانوا بيخدموا فيه، ثاروا وطلبوا اجتماع مع حبيب جرجس وقالوا احنا لغايه امتى هنسكت، وخاصه ان علاقته بالرئاسات الكنسيه سواء البابا كيرلس او من خلفه من بطرقه كانت علاقه حميمه جدا، فقالوا له احنا نستغل علاقتك بابونا البطرك وتخلي يعني في سلطان بيدفعنا. قال لهم لا، اتعلموا مني او اتعلموا ببساطه كده ان التصادم هيقسم الكنيسة، ولو انتم من النهاردة اتمردتم على الكهنة اللي مش عاجبينكم، لو جبنا لكم كهنة احسن منهم بقت لهجة التمرد جواكم. انا عايز اقول لكم حاجة، احنا عارفين ان في اخطاء في الكنيسة، بس الكهنوت كهنوت، والكاهن لما تقابله تبوس على ايده ثلاث بوسات، واللي مش هيعمل كده ما يخدمش معانا في مدارس الاحد. انتوا عندكم مهمة اهم. قالوا له ايه المهمة الاهم؟ قال لهم ان كنتوا تربوا ولاد صغيرين على المبادئ الروحية السليمة، لو انتوا ربيتوهم واستثمرتوهم في مدارس الاحد في يوم من الايام هي دي هتبقى قيادات الكنيسة المستنيرة. واللي قالوا حبيب جرجس هو اللي حصل، ادوني النهاردة كاهن في اي نجع لغاية محافظة القاهرة لغاية امريكا ما يكونش اتخرج من مدارس الاحد ولا اتعلم الايمان من مدارس الاحد. الراجل ده كان عنده حكمه، ما كانش عاوز تصادم. اوقات كتير قوي تبقى في ناس حماسيه في غير مكان الحماسه، يعني الموضوع يكون محتاج هدوء وحكمه اكتر من الحماس، لان الحماس ممكن يعمل ايه؟ يقسم، يشق، يهد، يكسر. فهو ما كانش بتاع النوع ده، هو نوع تاني خالص، كان عنده بعد نظر وكانت عنده حكمه حلوه قوي ان اللي قاله كله هو اللي اتحقق بعد كده. من الحاجات الحلوة قوي كمان اللي ممكن ناخدها من حياة حبيب جرجس، محبته لأعدائه. اوعوا تفتكروا يا جماعة الخدمة كده محطوطة في فازة او في زهرية ورد. الخدمة لما بتكون ناجحة عادة بيكون حواليها شوك يهاجمها، لان الشيطان ما بيسكتش والشيطان عاوز يوقف خدمة ربنا. فحبيب جرجس الحقيقة كانت ليه ناس كتيرة قوي بتعبه، بس هنشوف بقى فضيلة المحبة اللي ممكن او يعني صعب، مش يعني يا رب تكون عندنا، يا رب يا رب، ده اللي انا اقدر اقوله. انا قلت لكم ان هو عمل مدرسة وعاظ، احد هؤلاء الوعاظ اللي كان بيوعظ ما بين طنطا ودمنهور، يعني واخد السكة طنطا دمنهور طنطا دمنهور، يعني هو ماسك الحتة دي، كان هو مقسم، ما كانش فيه عظة يطلع فيها الا لما يمسك حبيب جرجس ويبهدله يبهدله، هو يعني ما بيحبوش، غيران اي حاجه ما بيحبوش، فكان يطلع كده في الوعظ يجيب اي كلمه كده ويروح ملمح على حبيب جرجس. الناس كلها بتحب حبيب جرجس، فالناس كلها راحت لمين؟ لحبيب جرجس. قالت له عارف الوعظ الفلاني الفلاني ده؟ قال له ايه؟ قال له ماله؟ قال له ما فيش وعظه الا لما يجيب سيرتك فيها ويخبط ويلمح بتلميحات كلنا فاهمين انه قصده انت، بيخبط في شخصك. قال له طب انتوا تقترحوا ايه؟ قال له ترفدوا. قال لهم حاضر، هشوف انا الموضوع ده. عارفين عمل معاه ايه؟ جابه لغايه عنده واتكلم معاه وقال له قد ايه انا بشكر ربنا انك شخصيه جريئه وشخصيه صريحه وشخصيه بتقول اللي جواها، لان انا استفدت كتير قوي من كل النقد اللي وجهته له. الراجل انكسف كسفه ويقول له انا ما قلتش، يقول له يعني خلاص خلاص قلت ما قلتش، مش دي القصه، بس انا جايبك عشان حاجه تاني. قال له ايه هي؟ قال له انا كنت حاسس ان مرتبك اللي انت بتاخده قليل، فانا عاوز ازودك جنيه. على فكره الجنيه ده ساعتها كانت علاوه كبيره قوي قوي قوي، ما فهمهاش ولادنا يعني علاوه كانت كبيره قوي. حكايه تانيه حكى لها لي اب فاضل كان ساكن هنا في شارع جسر السويس ناحيتنا ناحيه شارع القبه، وكان من تلامذته، وكان اسمه المتنيح الاستاذ جورج شحاته، وانا كنت بفتقده اول ما بقيت كاهن، وهو كان من تلاميذه قوي ويحبه قوي، فقال انا عاوز احكي لك عن حبيب جرجس في مره كده. قلت له اتفضل. قال لي حبيب جرجس ده اتعلمت منه اللي ما اتعلمتوش من اي حد في حياتي. قال لي مش من وعظه. قلت له امال ايه؟ قال لي من سلوكياته وتصرفاته. قلت له ازاي؟ قال لي في يوم من الايام كنا قاعدين
قادة مهمشة والعباسية، وبعدين عاوزين نطور في الخدمة، وحبيب جرجس كنا شايفينه انه راجل كبر بقى عنده 70 سنة كلاسيكي قوي كما كان وهكذا يكون، ومش مستوعب طاقات الشباب وافكار الشباب وحاجر علينا. احنا كنا حاسين كده. قلت له ها وبعدين؟ قال لي واحنا قاعدين رحت انا قلت طول ما الراس فاسد مفيش فايدة في مدرسة الاحد. هو مين اللي بيقول؟ اللي بيحكي لي بيقول كده، بيقول طول ما الراس فاسد. طبعا يقصد مين بالراس الفاسد؟ حبيب جرجس. بيقول لي احنا كنا 5 6 وفي واحد من اخواتنا يعني راح كتر خيره حط بخور على الكلام اللي انا قلته، يعني شعللها يعني، وراح كده قال لحبيب جرجس ان انا قلت كذا وانا كنت قلت كذا. قال لي من احساسي بالخجل وانا رايح مهماش عشان اقول مدارس الاحد او العباسية مش فاكر، كنت مش عاوز يعدي علينا. الراجل ده كان عنده 72 سنة ولغاية اخر وقت كان يمر علينا بالصور بتاعت مدارس الاحد لازم يوزعها بنفسه عشان يقول انا باخد بركة الولاد الاطفال دولة الملايكة، فكان بيوزع الصور. وهو بيوزع الصور اللي على راسه فهو بيوزع الصور انا حسيت ان انا مخضوض كده ولحسن يكون حد قال له حاجة وانا ايه اللي خلاني اقول كده. فلقيت الاستاذ حبيب جرجس الله ينيح روحه بيقول لي يا فلان، قلت له عم، قال لي انا عاوز اشوفك بعد ما تخلص خدمتك. قال لي هو قال لي كده؟ ما هو برضه شخصيه مهيبه جدا يعني، ده استاذ البطرك بتاعنا الحالي يعني البابا شنوده كان تلميذه، فشخصيه مهيبه قوي. فقال له انا عاوز ال5 دقايق. بيقول لي انا ما عرفتش كنا بنقول المولود اعمى ولا كنا بنقول المراه السامريه، يعني باظت كل حاجه. هو اتخض قوي وبعدين رحت قعدت معاه في المكتب. فقعد في المكتب راح قعد قدامي راح قلع الطربوش وقال له من اجل محبه المسيح، من اجل محبه المسيح تكون صادق وامين معايا. فافتكرت انه هيساله قال كده ولا ما قالش كده عشان يتحقق، فقلت له قال لي الاول تقبل كلمه عتاب؟ قال له مش فاهم حاجه، ما هو حاسس ففكر ان كلمه العتاب انت ازاي تقول عليا كده. قال له اتفضل يا استاذ حبيب اللي انت عايز تقوله. قال له لو انت عندك اب والاب ده مريض مرض الموت تروح وتقول له عشان تنقذ حياته ولا ما تقولوش؟ قال له مش فاهم. قال له انا ممكن اكون عندي اخطاء في الخدمه لان فروع مدارس الاحد كتير، وممكن يكون عندي ذات، وممكن ما اكونش شايف ذاتي فبقيت راس فاسد زي ما انت قلت بالظبط، وانا ما بناقشكش انت قلت ولا ما قلتش، انا بس بكلم ضمير الخادم اللي جواك. الراجل على فكره هو بيحكي لي كده بقى في الحته دي رغرغت دموعه، يعني عينيه من كتر تاثره كان الحادثه حصلت امبارح. بيقول له انا بكلم ضمير الخادم اللي فيك، ضمير الابن اللي ناحيه ابوه، لما تشوف ابوك في مرض مش تيجي يا ابني تلفت نظري عشان الحق اقدم توبه؟ انا مش هعيش قد اللي عشته اذا ما كانش كل واحد فيكم يخبط عليا باب مكتبي ويقول لي يا حبيبي يا جرجس انت عيبك كذا، هل هتصلح امتى؟ من فضلك يا ابني، من فضلك يا ابني، ومن اجل محبه المسيح لو في اي عيوب تانية شايفها في شخصيتي قول لي عليها دلوقتي علشان الحق اقدم عنها توبه. قولوا لي انتوا بقى مين يعمل كده دلوقتي؟ ده انا متهيألي لو خادم راح لامين خدمه وقال يا استاذ فلان يعني اوقات انت بتبقى عصبي مع الخدام شويه في الوصول. انا عصبي جبت منين انا عصبي دي؟ ويبقى يعني العصبيه راكباه ويبرر ذاته. احنا كده. لكن حبيب جرجس كان مدرسه في ايه؟ انه كان انسان متضع قوي وكان يتعامل مع كل خصومه بمحبه بحيث ان لازم في الاخر خالص يحس ان مسؤوليته امام الله مهما كانوا لازم يطلع كسبانهم. انا متهيألي لو الواحد سمع ان في واحد فينا بينقر فيه او يخبط فيه هيتأزف مشاعره ويقول انا عملت ايه وحش، يلا ربنا يسامحه، ولو قال ربنا يسامحه يعتقد نفسه انه قديس. الحقيقه مستوى حبيب جرجس اعلى من كده بشويه، يعني اعلى من كده بشويه. كان عنده هدف انه ما يخسرش اي حد من ولاده ويحاول يطور في نفسه ويقبل بالتضاع نقد اولاده ليه. حاجه كبيره قوي 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 ان في انسان يكون بالشكل ده. احنا قلنا النقطه دي ايه؟ محبته لمقاوميه. اخر نقطه نختم بيها عشان وقتنا اتضاعه. ايه حكايه اتضاعه دي؟ خلي بالكم ان مين اللي بنى الاكليريكيه واقعيا؟ هو يعني هو اللي راح مصر كلها يلم فلوس وجاب اوقاف للاكليريكيه واقنع ناس ان يكتبوا فدادين وقف وارض وقف ولم تبرعات وبنى الاكليريكيه وعمل القسم الداخلي واشرف على اختيار التلاميذ وحط مناهج
شوفوا اتضاعه العجيب بقى، حاجة عجيبة قوي قوي. يروح للبابا كيرلس الخامس يقول له ائذن لي، كان واعظ وكان بيلف مصر يوعظ عشان يجيب فلوس، خلي بالكم، ائذن لي ان انا اكون اول طالب في الكلية الاكليريكية. قال له طالب؟ طالب انت المفروض تكون استاذ. قال له لا طالب، لان ما ينفعش ادرس في الاكليريكية بعد كده وانا لا احمل شهادة الاكليريكية، فانا هخش الاكليريكية كطالب. البابا بيعرض عليه انه يبقى استاذ وهو بيقول لا انا مش هبقى استاذ، انا هبقى تلميذ زي اي واحد جاي بيتعلم. وبعدين ساعتها الاكليريكية كان بيدوا لغات وفلسفة وتاريخ وادب اللي هي زي كليات الاداب بتاعت دلوقتي، وكان الدين كله يتلخص في مادة واحدة اسمها مادة الدين. صوروا بعد سنة وسنتين في الاكليريكية اكتشفوا ان كلية الاكليريكية بتدي كل العلوم ما عدا الدين، مفيش دين. تصوروا يعني فجأة كده اكتشفوا ان ما كانش فيه مادة الدين بتدرس، فيعملوا ايه؟ مش لاقيين حد. قالوا لابونا، ابونا كان عجوز قوي جه مره ما جاش تاني، وابونا اللي بعده كان جاي من انجلترا كان يعني العربي بتاعه مكسر، فما كانوش بيعرفوا هو بيتكلم عربي ولا بيتكلم عهد قديم ولا جديد ولا انجليزي ولا ايه يعني. وفي الاخر خالص البابا كيرلس يكلفه ان هو يبقى استاذ الدين جوه الكليه الاكليريكيه، فصار تلميذا ومعلما في الوقت نفسه في كل الإكليريكية. لكن انا بتكلم على فكرة الاتضاع، يعني انا بوبخ نفسي وبوبخ الوقت، بحس كده ان روح التلمذة يظهر ابتدت تقل ولا ايه؟ سألت نفسي وانا بحضر لكم الكلام ده، طيب ايه الاجتماع اللي انا بحضره ومواظب عليه عشان اسمع منه كلمة ربنا؟ حقيقة ما لقيتش. طبعا بسمع شريط سي دي في السكة وبقول هو ده كفاية، لكن هل ممكن مثلا كاهن مثلا كده يخش يحضر في فصل اعداد خدام؟ هو طبعا الله يعين الكهنة في وقتهم مش هنلاقي كده، لكن بتكلم على قلبيا، يعني قلبيا انا عندي الرغبة ان انا اقعد واتعلم بقت قليلة شوية. بس حبيب جرجس اللي بنى الكلية الاكليريكية استأذن الاب البطرك وهو واعظ، كان اعظم واعظ في القطر المصري في ذلك الوقت، انه يبقى تلميذ في الكلية الاكليريكية، وربنا انت تتضع هو يقيمك ويجلسك مع رؤساء شعبك، يلاقوا ان مفيش حد يدي الدين فيعملوه هو استاذ مادة الدين. الحقيقة الراجل ده كان كله فضائل. ويكفي قبل ما اختم اقول كلمة ان قداسة البابا مرة شاهد وقال عمري ما قابلت حبيب جرجس قال لما كنت بطلع نوتة كده بخمسة مليم، كانوا يسموها زمان نوتة الشكك، كانت بتتباع كده حاجة صغيرة كده بلوك نوت صغيرة كده، ويقول عمري ما كنت اروح بيته وكان عنده سهاري كده، يعني لمبة السلم سهاري خمسة وط كده فوق السلم، فكنت قبل منزل السلم كنت اكتب كل ما تكلم به ولم يتكلم به في الدايري بتاعتي، لان كان كل تصرف في وصية مطبقة وكل كلمة ما هي الا كانت وصية معاشة. صوروا يعني بابا ده بيحكي عنه كده ان عمره ما قابله، وهو قبل ما يسيبه وهو نظير جيد لازم يكون كتب اتعلم منه النهاردة. انا برضو هطبق الكلام ده عليا وعليكم، يا ترى الناس اللي احنا بنخدمهم بيطلعوا بعد ما نمشي يكتبوا عننا ايه؟ انا مش عارف، اتمنى يكونوا بيكتبوا حاجة كويسة، ليس من اجل برنا ولا من اجل ذاتنا، لكن من اجل صورة المسيح اللي تتمخض وتتولد فيهم. ربنا يديني ويديكم ببركة هذا القديس اللي لازلت بقول انه مش واخد حقه، كان علماني ونقل الكنيسة نقلة من عصر الظلام لعصر النور. بركة صلواته وخدمته يكون معنا لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.